سعداء سادة اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد اكد اعلاميون عرب دوره تضافر الجهود الاعلاميه بمختلف اشكالها لمنع تفشي لغه التطرف والعنف في وسائل الاعلام جاء ذلك في الحلقه النقاشيه والتي نظمت تحت عنوان دور الاعلام العربي في التصدي لظاهره الارهاب بتنظيم قطاع الاعلام والاتصال في جامعه الدول العربيه بالتشارك مع وكاله الانباء الاردنيه بترا شاركت بها 13 دوله عربيه وزير الدوله لشؤون الاعلام مناطق الرسم باسم الحكومه دكتور محمد المومني اكد ان الجهد الفكري والاعلامي الذي ينفذ لمواجهه الفكر الظلامي لا يرقى الى مستوى التحدي ويعاني من التشتت وضعف التنسيق مشيرا الى ان العديد من الدول تنتظر نتائج هذه الاجتماعات لانه ينظر الى الدول العربيه بانها الاقدر على التعامل مع هذه الحرب على الارهاب قائلا هذه الحرب حرب وبين المؤمن في كلمه افتتح بها اعمال الندوه ان الانترنت يجب ان يستخدم لخير الانسانيه وليس من قبل المنظمات الارهابيه، موضحا ان لدينا تحد مع الشركات المزوده لخدمات الانترنت التي من واجبها الاخلاقي المساعدة في ايقاف الدعم الالكتروني لظاهره الارهاب. المزيد من التفاصيل في التقرير اصبح الاعلام لغه عصريه وحضاريه لا يمكن الاستغناء عنها او تجاهلها مما يتطلب فهمها واستيعابها من خلال امتلاك مقوماتها وعناصرها ومواكبه التطورات التي تشهدها وسائله المختلفه حيث تعددت ادوات الاعلام وتنوعت واصبحت اكثر قدره على الاستجابه للظروف والتحديات التي يفرضها الواقع الاعلامي الذي بات مفتوحًا على كل الاحتمالات. فأهمية الإعلام لا تكمن في اقتنائه ومجاراة الآخرين في استخدامه وتوجيهه، وإنما في كيفية استعماله وتوظيفه بشكل هادف وعلى نحو يجعله قادرًا على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة، وليس كما كان البعض يستخدمه لإيصال خطاب الكراهية وترويج للفكر المتطرف. محادثات وندوات ومؤتمرات عديدة عقدت لمحاولة إيقاف هذه الخطابات المتطرفة، كالندوة النقاشية البحثية الثالثة حول دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، التي تحدث بها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المؤمني. الجميع يعلم مدى تاثير الاعلام بمختلف اشكاله في التصدي للفكر الاجرامي وللفئه الظلاميه الارهابيه. ان المسؤوليه تزداد على عاتقنا جميعا في ظل الانفتاح الكبير والتطور الهائل الذي تشهده وسائل الاعلام، سيما واننا دخلنا مرحله المواطن الصحفي، بحيث اصبح كل مواطن يمارس مهنه الصحافه من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. واستغلال ذلك من قبل الجماعات الارهابيه التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني لبث افكارها المسمومه واستقطاب المؤيدين للافكار المتطرفه التي تتبناها ومع كل اسف. مجلس وزراء الاعلام العرب اقر فيما سبق الاستراتيجيه الاعلاميه العربيه لمكافحه الارهاب والتي تعمل على تطوير منظومه العمل العربي في مجال الاعلام بما يتناسب مع التطورات الهائله في عالم الاعلام ومواكبه مستجداته على الساحه العالميه، وتكثيف استخدام وسائل الاعلام لتنميه الوعي العربي والوطني والديني المعتدل، وتوضيح اهميه دور وسائل الاعلام واثرها في تحقيق الامن الفكري. علي الاعرج رؤيه اليوم نناقش دور الاعلام في التصدي للارهاب مع ضيوفنا فيصل الاشبول مدير عام وكاله الانباء الاردنيه، الدكتور صالح بن محمد المالك من جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه، والدكتور محمود خليفه وكيل وزيره وزاره الاعلام الفلسطينيه، حوارنا يبدا بعد فاصل قصير. اهلا بكم نبدا حوارنا ليلى وارحب بضيوفي الكرام من جديد فيصل الشبول مدير عام وكاله الانباء الاردنيه اهلا بك استاذ فيصل شرفنا بحضورك الدكتور صالح بن محمد المالك من جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه اهلا بك دكتور شرفنا بحضورك ودكتور محمود خليفه وكيل وزاره الاعلام الفلسطينيه اهلا بك شرف من بحضورك اهلا وسهلا اذكر بدايه بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه هذه الليله والسؤال يقول هل تعتقد ان الاعلام العربي ساهم في دعم الارهاب أم محاربة الإرهاب وسنستعرض الإجابات تباعا في حلقة هذه الليلة وأبدأ من أستاذ فيصل الحقيقة بنحكي عن مؤتمر عقد في هذه الأيام الماضية بارح اليوم وبنحكي عمالنا عن الإعلام والإرهاب أهمية هذا المؤتمر وعقده في مثل هذا التوقيت يعني بالربط بين رسالة عمان اللي يعني بحثت في هذا الأمر من علماء الأمة جميعها وأيضا أخذت بالعين الاعتبار الحوار الأديان نعم. آه هذا ال ال الذي جرى في عمان هو ترجمة آه لقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بال بال بالأساس ضمن إطار الجامعة العربية وعقد بالتعاون ما بين آه قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ووكالة الأعمال الأردنية كطرف رسمي باعتبار أنه إحنا دولة ما فيها وزارة إعلام فلا بد من مؤسسة آه آه تش تشارك نعم. فالبحث كان على مستوى وزارات الإعلام العربية في اليوم الأول عندنا كان حلقة بحثية نقاشية قدم فيها الدكتور صالح ودكتورة لميا رئيسة إذاعة صوت العرب وأنا كمان قدمنا ثلاث أوراق عمل نوقشت في اليوم الأول مخرجات هذه الأوراق يعني حصلت نقاش اليوم الأول وحصلت الأوراق هذه ومخرجاتها نقشت اليوم في اجتماعات الخبراء في على مستوى الدول العربية لا. لتحديد موقف مما يجري و يعني تشكيل إضاءات للإعلام العربي بشقيه الرسمي وال وال والخاص نعم. حول موقفنا كعرب ومسلمين مما يجري في منطقتنا لأنه لما نتحدث على الجمعية العامة المتحدة 170 قضيه عامه تخص العالم كله تتصدرها ثلاث قضايا واحده منها الارهاب طبعا الثانيه سوريا والثالث اللاجئين يعني يعني كل هون يعني كل كل مشاكل كانها مشاكل العالم كلها آه توحي ب 150 رئيس دوله ورئيس حكومه آه وكل دول العالم مشاركه تبحث في القضايا الرئيسيه والحساسه في العالم وتتصدرها قضايانا ف تشعر هناك وانا كنت يعني في بالجمعيه العامه الأمم المتحده في اجتماعات تشعر كعربي ومسلم انه عندك مشكله كبيره اذا هي مشكلتك انت ويجب التأ. أذكر في اليوم الاول اللي أعلننا فيه دخولنا في التحالف الدولي ضد الارهاب جلاله الملك كان بيحكي انه هذه حربنا احنا لانه فعلا هذول هم بيحكوا باسمنا بي نعم. وبقتلونا احنا وبشكلوا الفوضى بالمنطقه بال وبالتالي النظر لمقاومه هذا الارهاب يجب ان لا تاتي من الخارج يجب ان تبدا من من عنا احنا دفاعا عن ديننا دفاعا عن ثقافتنا عن حضارتنا منعا لاختطاف حضارتنا من 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 هؤلاء. طب. دكتور صالح اسمع وجهه نظرك باهميه عقد مثل هذا المؤتمر اليوم و وتوقيته تحديدا ونحن نعاني في المنطقه من خطر الارهاب. ولا شك الدول العربية في الوقت الحاضر مع الأسف تعاني كما يشاهد الجميع وكما يعرف الجميع مشكلة الإرهاب وأنا تحدثت في 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 تلك المحاضرة أنه الإرهاب يتطور ومع الأسف أنه في آخر اللحظات وجدنا إرهاب من نوع آخر إرهاب تفجير في المساجد في صلاة الجمعة أنا لا أدري ما هي القناعة التي توصلوا اليها لكي يقوموا بهذا العمل يعني الإنسان ذهب للمسجد لاداء لاداء الصلاه. نعم. <applause> فالحقيقه يعني هي الهدف كان وضع الاستراتيجيه الاعلاميه الامنيه لمكافحه الارهاب. نعم. <applause> ودراستها والموافقه عليها اللي هي المتفق عليها من وزراء الاعلام العرب. الان جامعه نايف بتكليف من وزراء الاعلام العرب. سوف تعمل على آه يعني القيام بالقيام آه الفعلي بهذه الاستراتيجيه بالرجوع الى الى جامعه الدول العربيه <applause> اعتقد انه الوقت مناسب جدا لمثل هذه نعم دكتور محمود اسمع وجهه نظرك انت كرم يعني مساء الخير لك ومساء الخير للاردن وللساده المشاهدين دعني اشير الى قضيه مهمه في البدايه يعني هل الإرهاب موجود فقط لغير في المنطقة العربية؟ الإرهاب موجود في العالم هل الإرهاب يحمل جنسية؟ الإرهاب موجود في كل أنحاء العالم وهذا يعني تعقيبا على ما, ما أشار إليه أخي فيصل حول الحوارات التي دارت في الجمعية العمومية بطبيعة الحال هناك عنف وهناك تطرف وهناك إرهاب في منطقتنا العربية ويجب مقاومته ويجب محاربته لكن أن نأخذ الأمر وكأن هذا أمر مسلم به بأن الإرهاب فقط لغير لدينا هذا ما يريد البعض في الغرب بأن هذه المنطقة يجب أن تعيش حالة من التوتر حتى لا يفكروا بأنفسهم وحتى لا يفكروا بأن هناك مقومات قوة لديهم وإنما يجب أن يدافعوا عن أنفسهم باستمرار لكن بالتأكيد إنعقاد هذا الاجتماع غاية في الأهمية ربما يكون تأخره بعض الشيء ولكن من الافضل ان تاتي متاخرا على ان لا تاتي. نوقشت في هذا الاجتماع الكثير من القضايا المهمه وتبدا بوضع رؤيه واستراتيجيه وخطه وهذا امر مهم جدا. انا باعتقادي بان ما سيخرج عن هذا الاجتماع من توصيات يجب ان يستكمل برؤى وقرارات. لا يجب ان يتوقف في هذا الامر عند يعني أصدرت البيانات وأصدرت التوصيات ووضعت في الملفات وإنما يجب أن تطبق في باتجاه قرارات صادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب ووزراء الداخلية العرب أيضا حتى نعمل معا في رؤية واحدة لمكافحة كل أشكال التطرف حتى لا نقع في بعض المفردات بأن هذا العمل متطرف وهذا العمل لا بطولي لا, لا الإرهاب إرهاب حيثما كان واينما كان. نعم. طيب العنوان العريض اليوم في اللقاء كان دور الاعلام في مواجهه الارهاب. ونحكي بصراحه كيف نقيم اداء ودور الاعلام العربي خلال الربيع العربي منذ انطلاق الربيع العربي وحتى يوم هذا وهل كان الاعلام داعم للارهاب؟ شوف خلينا يعني نتوقف عند المصطلحات بالاول. فيش عندنا كيان اسمه الاعلام العربي. في عندنا اعلامات عربية إنجاز التعبير كما أنه في دول عربية في أنظمة عربية وفي فروق هائلة بينها على مستوى الحريات بداية حريات الإعلام والإعلام أنت بيعطيك بيعكس الصورة الحقيقية كلما تمتع بمهنية عالية ومصداقية وحرية إذا من حيث المبدأ التعميم يمكن نتوقف عنده شوي لكن بشكل عام إذا أخذنا الإعلام التقليدي في الدول العربية الفضائيات اللي احنا اليوم وصلت أكثر من 1400 فضائية بالعالم العربي حتى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل مضمونا إعلاميا في الأغلب الأعم لا لا هي ضد الإرهاب واضح لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الاعلام المسيس الجماهيري العربي بصرف النظر عن انه كانت وراء حكومات او رجال اعمال او شركات او غيره يعني خليني اعطيك مثال واضح مجرد ان تقول دوله اسلاميه 95% من العالم مش عرب وثلثين العالم مش مسلمين كلما ذكرت دوله اسلاميه ما انت انت تدين العرب والمسلمين م. بما أن القضية موجودة في العالم العربي وتحمل هذه الصفة معنى أنت 95% من العالم يدينك يدينك من حيث المبدأ كلما ذكرت الدولة الإسلامية فما بالك أن وسائل إعلام جماهيرية عربية ما زالت مصرة أن هذه دولة إسلامية هذه لا دولة ولا إسلامية هذول عصابات قتلة مجرمين لا يجب النظر لهم أو قبول مبدأ اذا اطلقوا على انفسهم هاي التسميه إن من حيث المبدا انا ما شايف في تحريض بوسائل الاعلام العربيه او دعم لهذه العصابات لكن مجرد يعني انعكاس اخبارها بهذا الكثافه وتسمياتها هو نوع بشكل او باخر نوع من الترويج يعني هذا الدعاية المضادة اللي اللي من داخلنا ليس دعم دا للارهاب وهناك انما هناك ترويج للارهاب طبعا م. طبعا هذا 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 الاولى بمواجهته منا احنا كعرب وتحديدا احكي لك بوضوح اكثر انا شايف انه المشكله الاساسيه في هذا الموضوع وسامحني الدكتور محمود مشكله عربيه مش مشكله اسلاميه يعني اعطيك امثله عندك ماليزيا اندونيسيا كيف بتصدوا لهذه المواضيع؟ لغتهم مختلفه، لغتنا احنا اللي فيها مشكله مشان نكون واضحين مع بعض يعني أنت قليل بتشوف بتشوف إرهاب بهالشكل تفجير مساجد مثل ما حكى الدكتور صالح هذا هذا كيف يعني ينظر له إنسانيًا أنت لو فجرت معبد في أي مكان في العالم شيء هذا يعني مدان ويعني و يعني لازم احنا أول ناس ندينه حتى وين ما كان في أي مكان بالعالم فكيف أنت بتقبل تذيع خبر في في حياة في هذا الموضوع موضوع الاشلاء العابدين عابدين هذول مصلين في المسجد طيب راح اجي لهي النقطه بتفصيلها ودكتور صالح الاعلام العربي دور الاعلام العربي منذ الربيع العربي وحتى اليوم كان داعما للارهاب ولا ولا بتتفق انه فقط كان يروج للارهاب ولكنه غير داعم انا عند انا بتحدث عن الاعلام العربي هناك الاعلام الحكومي مم. وهناك الاعلام غير الحكومي طيب. او غير الرسمي الاعلام الحكومي نعرف انه يعمل بسياسه الدوله التي يوجد فيها يوجد فيها وليس هناك الحقيقه اي ملاحظه لا من قريب ولا من بعيد على اي من الاعلام الحكومي بالنسبه للاعلام الغير الحكومي يعمل الاعلام غير الحكومي على كسب اكبر قدر ممكن من الجماهير وهذا يكون له مردود ايجابي في الاعلانات التي يقوم بها. هو يكسب قدر اكبر قدر من الجماهير من جماهير الـ الـ الراي العام ويكسب قدر اخر من جماهير اللي يؤيدون الارهاب او يدعمون الارهاب. ليس الهدف لا نقول انه ان هناك هدف لدعم الارهاب وانما قد يكون المبالغه في نقل الخبر احيانا. او او تكرار الصور او 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 اظهار بعض اللقطات الغير انسانيه قد تسبب احتقان لبعض الشباب وبالتالي قد يندفع هؤلاء الشباب ضد او مع حسب حسب انطباعهم من هذه التغطيات لكن لا شك انه الاعلام غير الحكومي له اثار سلبيه على العمل الارهابي طيب دكتور محمود وذكر بوضوح المبالغه في نقل الخبر الدكتور صالح والاستاذ فيصل تحدث عن الحياديه والمهنيه اللي غابت في بعض الاحيان عن وسائل الاعلام في نقل الاحداث واتفاق انه ما في سلبيات قد يكون هناك ترويج رايك دعم لا أنا يعني يدعم؟ انا بدي اقول اروح باتجاه اخر مم. يعني وهو في ذات السياق ليس بعيدا هناك سياق إن ساقت بعض وسائل الإعلام العربية وأن أتفق مع أخي فيصل فيما يتعلق بأن المشكلة نعم عربية في هذا في مسألة محاربة هذا الفكر المتطرف بشكل عام هناك انسياق لدى بعض الوسائل الإعلامية العربية وراء بعض الوسائل الغربية مسألة أن نتحدث عن هذا الجند ولا هذه الولاية ولا ذاك التنظيم الإسلامي وذاك الأمير أو غيره هذا إرهابي هذا قاتل يجب أن يسمى بمسمى بعيدا عن الانسياق وراء ما تريد بعض ما يريد بعض الإعلام الغربي الغربي وتحديدا فيما أشار له أخي فيصل في مسألة الدولة الإسلامية لا هناك داعش وليس الدولة الإسلامية لأنه بطبيعة الحال هذا الأمر سينعكس على الكل العربي والكل الإسلامي في ذات الوقت والإسلام ليس بهذا الشكل والإسلام منهم براء لكن يعني هل أستطيع أن أتصور بأن مسلما مهما كان سنيا ولا شيعي أن يدخل مسجد ويفجر نفسه بين مجموعة مصلين أو أن على أمام الكاميرات أن يقتل مواطن عربي بريء او ان يجعل او يدفع باب لرجم ابنته لان ذاك الامير اراد هذا الامر هذه انسياقات وراء بعض المسميات التي ظهرت في بعض وسائل الاعلام الغربي وعلينا ان نتوقف امامها انا بدي اروح باتجاه اخر بعض الشيء عندما يظهر في بعض وسائل الاعلام او تنساق بعض وسائل الاعلام لبعض القضايا بتفجير مساجد وغيرها، اصبحت الصوره نمطيه امام المشاهد انه الاسلام ممكن هذا الشيء. فما بالك عندما ناتي او نصل الى الارهاب الاسرائيلي. غاب الارهاب الاسرائيلي في وسائل الاعلام العربيه كلها. وبقينا نتحدث حول التطرف والارهاب الموجود تحت المسميات ما بين قوسين الاسلاميه وهذا والاسلام منه بريء. بالتالي عندنا احنا لما بنشوف حفريات اسفل الاقصى اقتحامات اسرائيليه للمسجد الاقصى هل سنستغرب بعد فتره من الزمن عندما يؤدي او تؤدي الممارسات الاسرائيليه لانهيار المسجد الاقصى سيصبح هل سيصبح نمطيا؟ لا يا سيدي يجب ان نتوقف بشكل لا اريد ان اقول بشكل عاجل وانما يجب ان نتوقف عن الانسياق وراء ما يريد الإعلام الغربي وأن نبدأ بالتفكير في قضايانا العربية بشكل استراتيجي طيب في الحديث عن واقع الإعلام واستخدام الإعلام للصور للقطات للأحداث الانسياق في الإعلام الغربي وهنا يعني الحديث أنه لقطات الأعدام لقطات التفجيرات الأشلاء الدماء أيا كانت تكون هاي اليوم تدخل في إطار الحيادية والمهنية نقل الصورة نقل الواقع ولا باتت مرفوضة؟ في أخلاقيات مهنية م. تمنعك من أنه أنك الأطفال يشوفوا بعض المشاهد إنسانيا على يعني هاي استقرت بالعالم كله من الأمم المتحدة لكل شعوب الأرض ما بتمارسها إحنا حكيت في البداية على موضوع أنه هذه ظاهرة عربية الدكتور محمود كان بتساءل لا شيء صح الحربين العالميتين راح فيهم 60 مليون دمرت كل اوروبا مدنها الرئيسية بس يا اخي خلص خلصنا هذا التاريخ هاي الأوروبا نهضت وصارت وحدة وصارت ديمقراطيات وصارت انتاج وصارت الولايات المتحدة الفصل العنصري فيها كان اليوم رئيس ملون وتوافقت على مصطلحاتها إيه؟ تمام اليابان وكيف كانت والدكتاتوريه وغيره مين اللي علمنا مين الحم الحمر بي ولا, ولا الارهابيين كان الارهاب كله كان كانت ثقافتنا تقول هذا الارهاب ممنوع دم المسلم على المسلم حرام كل هاي الثقافة اللي تعلمناها ونشأنا عليها اليوم انت تشوي بشر هذه صورة مين بده يقبلها هذا تشويه لمين تشويه هاي العصابة لا وتشويه لنا انت لما بتقول سياسة الذبح وانه فيها حديث نبوي وانه الخلفاء الراشدين كانوا يأمروا بالذبح معناه في نسف لعقيدة امام العالم انت يعني كل واحد بشرق اسيا ولا في الامريكيتين ولا في اوروبا ولا في افريقيا بتروح تروح تشرح له لكل شخص انه احنا مش هيك ما هي الصوره اللي اليوم عالم صور اليوم الاعلام حتى في وسائل التواصل وسائل التواصل لا بتاخذ محتواها من التلفزيونات <ممم> انا رحل رحل ب... ب... 95% بالمية من محتوى يوتيوب نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي بالتفصيل اذا اذا انا بتكلم على الصوره <ممم> هذه الصوره اللي بتظهر امام الراي العام بالعالم هذا الياباني اللي اللي انقطع راسه ونحط يعني هذا الشيء الإنسانية يعني عار على الإنسانية كلها فما بالك إحنا ما بالك إحنا اليوم طيب أنت اليوم شوف نشرات الأخبار بكل العالم شو بتصدرها مشكلتنا الفوضى اللي بالمنطقة الإرهاب هذا اللي الأعمى وفوق هذا بدنا نتحمل إحنا المسؤولية يعني إحنا ضحايا من جهة ومسؤولين عن عن الارهاب من جهه ثانيه هذا هذا دورنا وهذا واجبنا يعني مطلوب من ل... الاعلام اليوم يغض الطرف عن ما يحدث لا ما, يغض الطرف ما يغض الطرف بس بده بده يحكي مع الناس اولا الاعلام حتى يؤدي دوره كويس اولا بده ناس مؤهلين حيث المبدا عندنا مشكله اليوم وانت بتعرفها وكلنا بنعرفها وسائل الاعلام اللي خذ بالاردن وبغير الاردن مين اللي بتصدروا المشهد اليوم في مواقع وفي محطات وفي غيره عمرهم ما في ناس في دخل طلعوا على الشاشه ما عمرهم ما طلعوا على الشاشه. طيب اليوم انت تاهيل الناس وتثقيفهم، اليوم شو اللي بيحكم العالم المتمدن؟ القانون. علم الناس على ثقافه القانون على الاقل. بحميك. القانون الك وعليك بس انه علم الناس علمهم الف باء المهنه قبل ما يتصدوا للمشهد وانا بعتقد وانا بحلل وانا يعني وانت عارفهم لا عندهم لا مؤهلين علميا اصلا ولا عمرهم دخلوا الاعلام متصدرين المشهد طب كيف يعني؟ كيف هذا بدي انا اعتمد عليه انه ينقل صوره حقيقيه للراي العام هاي مشكله اساسيه هذا كان في تاكيد عليه هذا الكلام اولا بتاهيل الاعلاميين وتدريبهم اليوم بايش نجحوا هذول الارهابيين؟ ما بيقدروا يمتلكوا وسائل بالاصاله يعني بمعنى انه القمر صناعي بده ترخيص ما حدا بيعطيه ترخيص وين راح؟ راح على السوشيال ميديا راح على ف... تويتر تحديدا مي... ما حد ما حد ولذلك بكل القنوات هاي راح نيجي انا يعني حقيقه <applause> نفرد مساحه واسعه لوسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب و... آه وهي هاي المواقع اللي استخدمت للترويج <applause> وللدعايه وللترهيب في بعض الاحيان في في هذا الموضوع الحياديه المهنيه اخلاقيات الاعلام ونقل الواقع والحقيقه هذه مصطلحات تختلط على الاعلام فممكن يعني يصير نقل لصور في بعض الاحيان مرفوضه، كيف يمكن تداركها على اقل تقدير؟ انا انا اجابه على سؤال قبل قليل انا اؤيد التغطيه الاعلاميه وهذا امر ضروري جدا ولا و... و... كان لا يوجد لدينا اعلام. فالتغطيه الاعلاميه موجوده لكن الغير مطلوب المبالغه في النقل المبالغة أو المبالغة في نقل المناظر السيئة التي تسيء إلى المشاهد قبل أن تسيء إلى الأشخاص الآخرين أحيانا أحيانا يعني بعض المشاهد يمكن الواحد يقعد أسبوع كامل منا بعد ما يشوف المشهد احتراق إنسان أمامك أو ذبح الإنسان كما كما تذبح الشاة يعني مناظر الحقيقة مزعجة ومقلقة نعم. وتسيء للمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي خاصة أن من قام بهذا العمل يدعون أنهم مسلمون ويتحدثون اللغة العربية وهنا الإشكالية يدعي أنه مسلم ويدعي أنه يتحدث اللغة العربية ويدعي أنه يطبق تعاليم الدين الإسلامي فهنا نقل صورة سيئة عن الإسلام وعندما يشاهدها الغرب يعتقد أن الإسلام هو الذي أمرهم خاصة أنهم قد أحيانا يقومون بإحضار بعض الأدلة يحرفونها كما يشاءون سواء أدلة من القرآن أو من السنة وهذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى دكتور محمود ومن وحي النقاش حقيقة اليوم الإعلام الغربي يصور المنطقة يصور العالم العربي يصور العالم الإسلامي بأنه سفاحين قاتلين قاطعين رؤوس أيا كان يكون وهناك إعلام عربي يدعم ذات الصورة بصراحة مش هذا واقع ينسق, ينسق كما قلنا وإحنا ما عندنا اليوم وسيلة إعلام مضاد من يتحمل مسؤولية الإعلام المضاد لنقل الصورة الحقيقية لواقع الحال كافة وسائل الإعلام العربية هذا بالدرجة الأولى لأنه لم يعد هناك إعلاما في العالم كله حيادي فيش إعلام محايد ما في إعلام محايد ما في إعلام محايد بالمطلق هناك درجة عالية من المهنية نعم في نقل الصورة وفي نقل الحدث إنما كل الإعلام له هدف حتى الإعلام الخاص له هدف وله غاية فيش حدا بطلع قناة فضائية من شان والله يروح على سوق الخضرة ويسأل يعني كيلو البندورة بكم ليس لشيء وبالتالي احنا لما بنيجي بنقول عن الحيادية والمهنية هي معايير نعم يجب أن تكون مطبقة بنسب وبدرجة لكن انا لما بدي اروح ب... باتجاهات اخرى لماذا منعت في كل وسائل الاعلام الامريكيه نشر اشرطه بن لادن في مرحله ما ومن الذي منعها؟ اتفاق ما بين كل وسائل الاعلام الامريكيه ان ما يقوم به يروج للفكر المتطرف وللفكر الارهابي الذي كانت تقوده القاعده على هذا السياق نحن ايضا بامكاننا أن ننهج أو ننتهج نفس الطريق باتجاهات خاصة بنا لأنه عمليا مطلوب نقل الأخبار ومطلوب نقل الوقائع حتى ندافع عن قيمنا وعن تاريخنا وعن إرثنا الإنساني العرب هم أصل الإنسانية وليست أوروبا والقيم والأخلاق والعلم والتعليم وكل هذه الأسس الموجودة لدينا لا نستطيع ان نتعامل مع مثل هذه الاحداث بمهنيه عاليه المهنيه في هذا الاطار لا تتعلق بانه والله من غير المسموح نقل الخبر ولكن من غير المسموح ان نروج لهؤلاء المتطرفين بل على العكس تماما وانا متفق تماما في في مساله النظام والقانون النظام والقانون هي منظومه تقود مجتمع وتقود أم أمم وبالتالي في هذا الإطار أعتقد بأن وسائل الإعلام مجتمعة العربية عليها أن تتفق في إطار أخلاقي بعدم نشر أو الترويج دعني أسميها لهذا الفكر المتطرف وإنما أن تنقل الجريمة وأن تنقل الحدث في ذات المسألة أنا بقول في هناك حاجة حاجة وحاجة عاجلة نضعها امام جامعه الدول العربيه وبالنهايه نعم القرار فيها بالتوافق ما بين كل الدول الدول العربيه حتى لا نقول بان هذه القناه يا اخي تابعه للسعوديه وهذه القناه تابعه لفلسطين وهذه القناه تابعه للاردن وتلك لقطر والامارات لا خلينا نتفق قناه واحده تابعه لجامعه الدول العربيه بلغه اجنبيه حيه تتحدث عن قيمنا وعن إرثنا حتى لا نصل إلى ما أشار إليه الدكتور فيصل بأنه والله إحنا بحاجة أن نمسك كل مؤسسة أمريكية أو كل مواطن أوروبي ونقول له لا الإسلام ليس بهذا الشكل والعرب ليسوا بهذا الشكل هناك أدوات وهناك وسائل نستطيع ولوجها راح نتابع حوارنا بعد فاصل قصير وقبل الفاصل أذكر بالنسبة الأولية لسؤال شارك عبر تطبيق رؤية هذه الليلة والسؤال يقول هل تعتقد أن الإعلام العربي ساهم في دعم الإرهاب أم في محاربة الإرهاب دعم الإرهاب 79% ومحاربة الإرهاب 21% بعد الفاصل سنواصل حوارنا وضيفنا الكرام قوماً اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا عن الاعلام العربي ودوره في محاربه الارهاب والتصدي للارهاب واشوف فيصل معلش عشان نفصل شوي بين وسائل الاعلام التقليديه ووسائل الاعلام الحديث اليوم الاعلام غير مرتبط لا بتلفزيون ولا باذاعه ولا بصحيفه ولا حتى بموقع الكتروني في بعض الاحيان وباتت هناك وسائل تواصل اجتماعي تنقل الخبر من كل مكان وفي كل مكان وبالصور صحيح وفي عندنا منظمات اعتمدت استخدمت مثلا يوتيوب للترهيب والترويج لافكارها والترويج لمبادئها وانتشرت بكثافه. صحيح. الدراسات على مستوى العالم في هذه القضيه بالذات تقول ان اكبر حاضنه للارهاب هي وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك الان هناك بحث مع محركات البحث ووسائل التواصل اداراتها حول اخلاقيات العمل باعتبار انه في فصل اكاديمي بين وسائل الاعلام ووسائل التواصل. على مستوى العالم لحد, <applause> لحد هذه اللحظه. وعقدت اكثر من اجتماع عقد واخر الشهر الحالي في اجتماع كمان مع آه هذه الشركات لحتى يطرح عليهم السؤال الاخلاقي في موضوع الارهاب، انتم اكثر حاضم لانه التعاطف عم بيجي مع هؤلاء الارهابيين والدعم لهم عم بيجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المطلوب الآن من هذه المؤسسات سواء بالمفاتيح الكلمات المفتاحية اللي بيستخدموها في تويتر وغيرها أو بمضمون الفيديوهات في الفيسبوك وجوجل وكل كل هذه أنه يكون في معيار للتعامل مع الكلمة والصورة فيما يخص موضوع الإرهاب الآن المسألة مش بس تقف عند هذا الحد في مساله ثقافيه ايضا انت الـ الـ اذا بتشوف واكيد كلكم بتطلعوا على يعني عبارات تطلق من خلال هاي الوسائل احنا بثقافتنا عمرنا ما كنا نستخدمها صراحات جديده وتصب في هذه الـ الـ الخانه في استثمار اخر لحاله ما بدي اقول البساطه ولكن التدين الطبيعي اللي عند العامة في في العالم العربي تغريهم بعض المصطلحات وبعض الكلمات فيما يتعلق بالدين وبتلاقي بيلحقوها ما بيكتشفوا متاخرين انهم تم التغرير فيهم زائد انهم بيصدقوا الدعايه المضاده هي دغدغه العواطف تمام هي اللعب بالعواطف العامه ولذلك اعتقد انه الخطوه التاليه اللي هو الاتفاق ليس فقط مواثيق الشرف فيما يتعلق بوسائل الاعلام على مستوى العالم ولكن مطلوب الان مواثيق شرف على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من ادارات هاي المؤسسات الدوليه الكبيره لحتى يكون في مواثيق شرف فيما يتعلق بالترويج للارهاب وقطع الطريق على الارهابيين اللي بيستغلوا هاي تعتقد طوصة. رح يكون هناك تجاوب صار تجاوب اصلا حدث تجاوب من من فتره ولكن التجاوب ما كان كافي لانه الـ 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 الاساليب اللي تتبع الان تتغير وبتتطور ولذلك الان يجري البحث في دقه اكثر في حصار الرسائل المضاده والسلبيه. يمكن ضبط المواقع التواصل الاجتماعي المختلفه من ناحيه اخلاقيه لغايات عدم الترويج ودعم او ايا كان يكون المصطلح الذي يريد استخدامه الارهاب؟ والله في الوقت الحاضر اعتقد انه لا يمكن في الوقت الحاضر هناك يعني كما تفضل الدكتور لكن فيها صعوبه جدا وقد تفقد اذا جينا من الناحيه الاعلاميه عندما تعمل حاجز على هذه القنوات الاعلام على الاعلام الحديث قد يفقد الحريه الاعلاميه المستخدمه فيها هم لماذا يستخدمونها؟ هم يستخدمونها لعدم وجود رقيب يستخدمونها لسهولة استخدامها يستخدمونها لانه يستطيع ان يجتمع في في مكان وهو في وهو في مك في, في بلد والاخرون في بلدان اخرى يجتمعون في غرفه دردشه ويقومون بالتخطيط والتنظيم يتعلمون كيف يصنعون الاسلحه يتعلمون كيف يصنعون الحزام الناسف يتعلمون اشياء لا يستطيع ان يتعلمونها على ارض الواقع يقضون اوقات كثيره جدا الان بدل ما يتسلح الارهابي بسلاح يتسلح بال بالايفون نعم. يستطيع ان يخطط ويرسم وهو وهو في منزله او في اي مكان اخر من خلال الايفون فوسائل الاعلام الحديثه من الصعوبه بمكان عمل الكنترول عليها خاصه انه انه الا اذا كانت اذا قامت الشركات المالكه بالتعاون وهذا قد يكون فيه صعوبه جدا او وضع يعني انا انا اعتقد انه طيب مش ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت برفع بقوة. الحريه ساهمت برفع, برفع الحريه برفع صح لكنها الحرية. ساهمت كذلك بقوه في في الارهاب وفي دعم الارهاب اكثر حتى من القنوات الفضائيه هل ترى امكانيه للتمييز بين الطرفين حتى نحفظ حق هذه الوسائل ومكاسبها لحققتها تمييز بين الاعلام التقليدي والاعلام لا التمييز بين في الاعلام المجتمعي بين الاعلام الداعم للارهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللي مش داعم الارهاب. مش بتصير ممكن تقييد للحريات؟ فيها تقييد الحريات هي ممكن تكون؟ فيها تقييد الحريات في حال انه وضع فمعناته انك بتفقد تفقد عنصر مهم جدا في الاعلام في الاعلام الحديث اللي هو الاعلام التفاعلي وممكن تطلق عليها الاعلام الحر انه بتفقد الحريه الاعلاميه اللي يتمتع فيها المرسل والمستقبل. ايا كان سواء كان لعمل ارهابي او لاي عمل اخر نا. لكن التركيز على الارهاب قد يكون هو الهم في هذا الموضوع طيب. دكتور محمود وبنحكي اليوم عن عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في دعم الارهاب او الترويج للارهاب او ان كان يكون مسمى مره ثانيه لكن كمان هناك ملاحظه الشائعات وهنا لا لا تقع هذه المسؤوليه فقط على الاعلام المجتمعي لانه او وسائل التواصل الاجتماعي لانه ايضا وسائل اعلام تقليديه ساهمت في نشر شائعات واشاعات وتضليل ايضا كذلك. يعني قبل ان اجيبك على هذا السؤال انا في يعني ساتفق واختلف مع الدكتور صالح وساتفق واختلف مع ما طرحته من سؤال. يعني بالتاكيد من الصعب يعني ضبط وسائل التواصل الاجتماعي لكنه ليس مستحيلا. وبالتالي في عندنا القانون وشبه القانون. اللي هي مواثيق الشرف والاخلاقيات نستطيع ان نلج هذا العالم وهذه مهمات ومهمه نقابات الصحفيين في كل الدول العربيه واوروبا كمان لانه حتى هذه اللحظه من النادر ان دولا وضعت قوانين هناك محاولات لضبط شبكات التواصل الاجتماعي، هناك محاولات حتى في اوروبا لهذا الامر ولا يجب أن يخيفنا هذا الأمر من مسألة أنه الحد من الحريات ولا يعني هاي وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في الصين مسألة؟ حجبت جوجل نعم الصين نعم نعم ويعني أكثر من ذلك أنت إذا رحت على الصين حتى تتواصل فقط لا غير السفارة الأردنية ممكن تزودك بجوال يمتلك هذه الخاصيه لانه فقط لا غير متاح للسفارات الاجنبيه العامله في الصين وبالتالي لما بتروح انت بتكون منقطع الا من خلال وسائل الطو... الاتصال او محطات التلفزيون او السفارات وبالتالي اعود للموضوع لا يا سيدي لم تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في زياده الم... مساحه الحريات ولكن هذا التطور الهائل في شبك المعلوماتيه بشكل عام هي التي ساهمت وذهاب الانظمه والدول باتجاه انه المو... لا يعني الامر الامور اختلفت عن السبعينيات واختلفت عن الستينيات وبالتالي لما كان الجميع يتحلق حوالين راديو عند مختار القريه الان صار كل واحد زي ما تفضل الدكتور حامل الجهاز وبيشوف في في داخل السياره في داخل البيت في داخل الاسره الواحده الأب يكون في اتجاه والأم في اتجاه والابن في اتجاه والبنت في, في اتجاه آخر وكم حوار يدار في داخل المنزل الجميع منشغل في هذه الأدوات وبالتالي هي أصبحت أكثر تأثير ليست يعني مساحة واسعة من الحرية ولكن أكثر تأثير بحكم ما تنشر من بيانات ومعلومات وغالبا ليست دقيقة إذا نأتي إلى ما تفضلت فيه ماذا يعيبك إذا كان هناك قانون وتريد أن تلتزم بالمهنية أن تسجل هذا الموقع. ما أنت ملتزم بالمهنية وملتزم بالأخلاقيات وملتزم بالقانون. لكن في هناك أكثر من 50% من شبكات الطو... من المواقع مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع وهمية. وهذا ما تستخدمه التنظيمات الإرهابية. المسألة الأخيرة اللي انا ساجيبك من واقع تجربه في اليوم الثاني للاقتحامات الاسرائيليه والاجتياحات التي بدات بها دوله الاحتلال في القدس وامام كم المعلومات الذي الذي بدا يتوارد عبر شبكه التواصل الاجتماعي اصدرنا بيانا في وزاره الاعلام وقلنا على كل وسائل الاعلام ان تتحقق من البيانات حتى لا نثير الشائعات ونخلق حاله من البلبله في الشارع. نعم. طيب انا بدي رساله اخيره ارجوك استاذ فيصل لوسائل الاعلام عموما وبعجاله ارجوك أه من هذا من هذا شديد. أن تقول. باختصار شديد لولا كفاءه الاعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي ما كانت الثورات العربيه نجحت اصلا والواقع تغير يعني في مدن دمرت قبل هذا ما كان حد بسمع فيها إذن هناك فعالية وكفاءة المهنية والموضوعية والالتزام الأخلاقي والالتزام القومي والديني يرتب علينا جميع المسؤولية في مواجهة الإرهاب كلها نعم. مع بعض دكتور صالح تفضل أنا أميل إلى إلى ضرورة تطبيق نظرية المسؤولية الاجتماعية من جميع القنوات الفضائية سواء كانت حكومية أو غير حكومية نعم. لأهمية الـ 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 الناحيه الاجتماعيه سواء في الـ في, الـ في البلد ذاته او في الدول العربيه جميعها نعم دكتور محمود انا ساتفق مع اخواني واضيف شيء اخر ما قلته هذه هذا موضوع يتا يحتاج الى نقابات الصحفيين والجهات المسؤوله عن الاعلام في كل الدول ان تتوصل الى مواثيق شرف نعم اود ان اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام شرفتموني جدا في هذه الحلقه شكرا جزيلا لكم واذكر بالنسب النهائيه لسؤال شارك عبر تطبيق رؤيا لهذه الليله والسؤال يقول هل تعتقد ان الاعلام العربي ساهم في دعم الارهاب 83% ومحاربه الارهاب 17% الى هنا اذا نكون قد وصلنا نهايه حلقه الليله من نبض البلد رؤيا كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم واليكم نلتقي غدا تصبحون على خير